أنا بوثق بإحساسي أكثر من أي شيء، وقلبي عم يقلي هلأ شاكتي عم يحكي الحقيقة. كيف بيقدر قلبك يقلك هيك يا أخي؟ كيف بيقدر؟ هو كان بيعرف إنه إذا ما منقتل هالبنت إمنا رح تنسجن، ومع هيك هو ترك تهرب وما همه أي شيء. لك هو ما قتلها. أنا اعتذرت من أمي على هديك الغلطة. أنت ما لما كل المحلات رفضت تبيعون أكل وشرب بسبب يلي عملته، ليش أنت ساعدتها؟ ليش جبت لها كل شيء؟ ليش لتعمل هيك؟ ليش وقفت بصفها؟ احكي يلا جاوب احكي. أنا اللي قلت له يعمل هيك. أمي؟ عن جد أنت قلتي له؟ إيه طبعاً ابني، أنا يلي قلت له لأخوك إنه يحمي البنت ويدافع عنها. بس ليش يا أمي؟ ليش هيك؟ كرمال أنانيا توثق بشاكتي وتسحب الدعوة يلي رافعتها وبس. يلا نهولي هالمشكلة وتصالحوا فوراً. آسف شاكتي، بترجاك سامحني. ولادي الخمسة هن مصدر قوتي، قوتي اللي بضرب فيها، وإذا كانوا ولاد بينديا ثاكور قراب من بعضهم، وقتا ما حدا بالعالم رح يقدر يأذيهم أبداً. مين هي أنانيا قدامي؟ أكيد ما رح تطولي كتير لتعرفي كل الحقيقة. أصلاً أنا ما في غير شغلة مخوفتني هلأ، إنه أمه طلعت من السجن وصارت ببيتها، وما حدا بيعرف شو رح تعمل فينا. يلا فوتي تعي.